يرفع المجلس هذا النداء العاجل لكل الحكومات والشعوب العربية والإسلامية ولجامعة الدول العربية ومجلس الأمن بضرورة اتخاذ موقف حاسم ضد التدخل التركي في شؤون ليبيا الداخلية وحمايتها من خلال دعم جيشها واحترام إرادة شعبها، والإسراع في تدارك الموقف الميداني الخطير بتفعيل الاتفاقية الموقعة بشأن الدفاع العربي المشترك ووقف اجتياح الاستعمار التركي للأراضي الليبية، ومطالبة رئيس مجلس النواب الليبي بمتابعة طلبه لمجلس النواب المصري بشأن تنفيذ اتفاقيات الدفاع الليبي المصري، باعتبار أن مصر هي قلب العروبة النابض، وقيادة مصر المتمثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي رأس الحربة في حماية الأمة من مشروع الإخوان الدولي في السيطرة على المنطقة. ويعلن الليبيون اليوم بأن المعركة هي معركة وطنية بامتياز تجمع كل الصفوف من أبناء الشعب الليبي دون فرز أو فصل لأي مكون اجتماعي، وهي معركة العرب جميعاً ضد الغزاة المعتدين تقودها القوات المسلحة ويخوضها كل ليبي حر شريف يسير على درب أجداده بثقة كبيرة في عزيمة الجيش الليبي وفي خططه العسكرية التي أثبت نجاحه فيها على مدى سنوات من محاربة الإرهاب. وسوف لن تتراجع هذه المقاومة مهما كان الثمن، فالشعب الليبي اليوم يدرك جيداً أن سقوط ليبيا تحت سطوة الإخوان وهيمنة الباب العالي على المقدرات الليبية سيفتح الباب واسعاً أمام السيطرة على كافة دول المنطقة. فإن المجلس يؤكد على ضرورة رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، وأن القوات المسلحة العربية الليبية التي طالما أعلنت الهدنة واخترقتها الجماعات الإرهابية المسلحة سوف لن يثنيها عن تحرير البلاد أي دعم مادي عسكري تركي أو دعم معنوي لقيادات الإخوان التي تحكم تونس بزعامة الغنوشي والتي تبارك تدخل تركيا في ليبيا وتبتهج لتحويل قاعدة عقبة بن نافع لقاعدة تركية في شمال إفريقيا. ويطالب المجلس الشعب التونسي في الدولة الشقيقة الجارة تونس بضرورة المحافظة على ديمومة العلاقة بين الشعبين وإيقاف تدخلات قيادات الإخوان بزرع الفتنة بين الشعبين. وسوف لن يحط ذلك من تصميم الشعب الليبي على خوض المعركة وتكرار تاريخ الأجداد ضد الغزاة. ويؤكد المجلس على تأييده لحسن الجوار الليبي الجزائري الذي يرسخه التاريخ النضالي بين الشعبين، بما يدعو الشقيق الجار الجزائري للتخلي عن دور الحياد والانحياز للشعب الليبي وجيشه البطل والمساهمة في وضع حد لتدخلات تركيا في المنطقة انسجاماً مع الدور النضالي التاريخي للجزائر في مقاومة المستعمر. وأن ما يحدث الآن في ليبيا هو مقاومة حقيقية ضد أكثر من 15,000 إرهابي ومرتزق استجلبتهم تركيا، عاثوا في طرابلس فساداً بتأكيد وثيق من البعثة الأممية لما يحدث من انتهاكات إنسانية داخل العاصمة طرابلس. وأن ما تقوم به القوات المسلحة الليبية هو حرب ضد الإرهاب نيابة عن العالم، وأن كل من يقاتل تحت قيادة القوات المسلحة يرفع شعار الولاء لله ثم للوطن من أجل دحر الغزاة للوصول إلى دولة مدنية تقوم فيها السلطة على أساس ديمقراطي انتخابي شفاف. إن المجلس الأعلى لمشايخ وعيان ليبيا وهو يصدر هذا البيان يدعو كل القبائل الليبية إلى استعادة ملحمة الجهاد الليبي خلال القرن الماضي ضد المستعمر الجديد اليوم، وهو واجب يفرضه الانتماء الديني والوطني. ويؤكد على ما أصدرته اللجنة العليا للإفتاء بمقاومة الغزاة الأتراك والعصابات الإجرامية، ويعتبر ذلك دعوة شرعية للجهاد تفرضها كل الحقوق الإنسانية المشروعة في الدفاع عن الأرض والشرف والدين. إن المجلس الأعلى لمشايخ وعيان ليبيا وهو يؤكد على الثوابت والمطالبات المتكررة لكل الليبيين والتي تدفع المجلس إلى إصدار البيانات بناء على رغبة أبناء القبائل الليبية بشأن عدم مشروعية اتفاق الصخيرات الإخواني وتفويض القوات المسلحة في إدارة شؤون البلاد، يدعو المجلس القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بن قاسم حفتر بضرورة أن يتم استكمال الخطوات العملية في تنفيذ مطالبات الليبيين بشأن التفويض إنقاذا لمصير كل أبناء الشعب الليبي الذين وقعوا بين مطرقة الإرهاب وسندان الفساد. إننا جميعا اليوم نواجه خطرا داهما يقوده فكرا متطرفا لا يبقي ولا يذر، وتدعمه نزوة استعمارية عثمانية جديدة تدعونا لمقاومته بكل ما أوتينا من قوة، فالحق حليفنا والله ناصرنا